اعتبر اننا لا نزال في عمليه جس النبض كما جاء في متن الحوار. طيب، ينضم الي الان عبر الهاتف السيد محمد سودان، امين لجنه العلاقات الخارجيه في حزب الحريه والعداله. اهلا بك معنا سيد محمد. اهلا وسهلا دكتور اسامه، بحضرتك وبضيفك الكريم ومشاهدينا. شكرا. اشكرك فندم. قبل ان ناتي للاتصالات التي اعلنت عنها لوكاله الاناضول مع دبلوماسيين واكاديميين في الولايات المتحده الامريكيه، فقط اريد تعليق منك على ما جاء على لسان الشيخ راشد الغنوشي في صحيفه الخبر الجزائريه من انه التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وطلب منه التدخل لحل الازمه في مصر وعمل مصالحه او وساطه بين جماعه الاخوان وبين النظام المصري الحالي. ما تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاستاذ ابراهيم منير نائب المرشد العام سبق واعلن في حواره مع عربي 21 ان يعني الجماعه صدرها واسعه وترحب باي شخصيه لحاله الازمه الموجوده حاليا بما لا شك فيه. فاعتقد ان اي شخصيه تتدخل لحاله الازمه وبشكل مبدئي الافراج عن كل المعتقلين الموجودين ثم النقاش بعدها في كيف تكون الامور مما لا شك فيه، اعتقد يعني نحن نرحب بذلك. انا شخصيا ارحب به، واعتقد ان يعني قيادات الجماعه اعتقد انها في ناس ترحب بحاله الازمه وعلى الاقل الافراج عن كل المعتقلين الان. يعني طبعا ده مطلب ملح بما لا شك فيه. يعني المطلب الذي يوضع على طاوله الحديث هو الافراج عن المعتقلين، هذا اولا. نعم بما لا شك فيه، احنا دي الان يعني كبرى ازماتنا. عندنا ما يقرب من 80,000 معتقل واكثر من 200,000 مطارد واسرهم يعني بيعانوا الحقيقه. فاعتقد ان دي تعتبر اول سلمه لحاله اول درجه لحاله الازمه الموجوده حاليا. ثم بعدها الامور كثيره مفتوحه للنقاش، لكن دي الحقيقه تعتبر أول باب أو أول مدخل لحالة الأزمة الموجودة في مصر. طيب، الشيخ الغنوشي يتحدث سيد سودان عن استبعاد منطق الإقصاء واعتبار أنه لا سلم ولا استقرار في مصر إلا باحترام كامل المكونات الأساسية لهذا الشعب الكبير واحترام مكانة القوات المسلحة المصرية، لأنه لا سياسة في مصر بعيدا عن الجيش واحترام المكون الإسلامي وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين. إلى أي مدى تتفق مع ما قاله الشيخ راشد في فكرة احترام مؤسسات الدولة ومنها القوات المسلحة المصرية؟ وإحنا من متى وإحنا لا نحترم مؤسسات الدولة؟ بما لا شك فيه الجيش كمؤسسة لها قيمتها ولها وضعها في مصر، وكل شعب المصري يحتاج إلى جيشه. الجيش المصري مش هو مجلس عسكري، المجلس العسكري هو طغمة من الجنرالات استولت على السلطة من الحاكم الشرعي للبلاد كما استولت سابقا من السلطة على من مبارك. فبالتالي يعني المجلس العسكري هو المشكلة الكبيرة، إنما أما الجيش هو الجيش الوطني، الجيش المصري. صحيح حدث أخطاء من بعض الضباط وبعض جنود الجيش المصري في قتل أخوانهم وبناتهم وأخواتهم بما لا شك فيه. كل إنسان يعني سقط في مهزلة الدماء سيحاسب يعني على ذلك، لكن احنا بنتكلم على جيش والمجلس العسكري وطغمة العسكر يعني التي استولت على السلطة شيء ثاني. طب هذا يعود بنا إلى نفس النقطة مرة أخرى، إذا ما تم الإفراج عن المعتقلين عندها هل تقبل جماعة الإخوان بالجلوس مع عبد الفتاح السيسي للوصول لحلحلة الوضع كما أسميته؟ دي يعني مش محمد سودان الحقيقة يجاوب على السؤال ده، يجاوب على السؤال ده الدكتور محمود عزت، الأستاذ إبراهيم منير، فضيلة المرشد محمد بديع نفسه، رئيس مرسي حاكم البلاد. هي دي الحقيقة، هؤلاء هم الذين يناقشون عبد الفتاح السيسي او يناقشون يعني الحقيقه. يعني اعتقد ان الامر يعني اولا واخيرا بيد اولا الرئيس مرسي ثم بيد الدكتور محمد بديع، هم الشخصيتين دول هم المسؤولين اللي ممكن يناقشوا عبد الفتاح السيسي او يناقشوه، لان في مظالم وفي دماء وفي يعني هناك كثير من الامور. يعني طيب لو ذهبنا الى حوارك او تصريحك لوكاله الاناضول التركيه بانكم بداتم كجماعه الاخوان المسلمين اتصالات مع شخصيات سياسيه ومسؤولين امريكيين لتوضيح النهج السلمي للجماعه، لو تطلعنا على تفاصيل اكثر سيد محمد. يعني احنا الحقيقه يعني الازمه دي ازمه سبقت العام الماضي
وقت ما تقدم بها تيد كروز وهو احد النواب في مجلس النواب في الامريكي، وطالب بادراج الاخوان المسلمين امام اللجنه القانونيه للكونغرس، والحمد لله رب العالمين تم رفضها. واعلن وقتها وزير الخارجيه جون كيري ان جماعه الاخوان المسلمين لا يمكن ادراجها. فالحقيقه في مسائل تبذل لدى الكثير من السياسيين والصحفيين، واعتقد ان كتبت بعض المقالات اخرهم اظن كان اول امس، يعني بيقول ان اذا الحكومه او الاداره الامريكيه ادرجت جماعه الاخوان المسلمين في كجماعه ارهابيه ده هيكون في ضرر شديد على الاداره الامريكيه وعلى امريكا نفسها. يعني الحقيقه المفهوم سياسي بعيد عن التعصب وبعيد عن التطرف، خاصه يعني احنا احيانا نعتبر ان جماعه الاخوان المسلمين في العالم كرمانه في ميزان، لان هناك الكثير من الجماعات المتطرفه اذا كانوا مسلمين او غير مسلمين. يعني اللي حصل النهارده في كيبك في كندا ده تطرف من انسان غير مسلم، ده ارهاب. يعالج الارهاب ده مش هيبقى القوه ولا انه يعلن فلان كذا، لا، لازم الحقيقه نشوف الجماعات المعتدله وهي اللي تحتوي باقي الناس حتى تضبط هوى وأنشطة الناس اللي دايما بتتابع التطرف او التعصب. النهارده مظاهرات يعني في كامل الولايات المتحده الامريكيه بقى لها عده ايام عشان قرار بيتخذه رئيس بنوع من التعصب والتطرف. الحقيقه هو وصل الامر مش تطرف سياسي، بقى تطرف ديني، لان هو لما يعني ياخذ جانب المسيحيه او يكره دين بذاته كدين الاسلامي او حميد الدين الاسلامي بهذه الوسيله بما لا شك فيه، وبيوجد فرقه وتعصب، ويعني اعتقد ده بيقسم المجتمع. المجتمع الامريكي مش بس مسيحيين، فهناك العديد من الملايين من المسلمين عايشين في بلده، امريكان اصلا، مش مهاجرين حتى. نعم، اشكرك شكرا جزيلا. محمد سودان امين لجنه العلاقات الخارجيه في حزب الحريه والعداله كنت معنا عبر الهاتف، واعود اليك سيد نصر الدين مره اخرى. وفقا لما جاء في تصريحات الشيخ راشد الغنوشي بانه التقى ولي العهد السعودي، برايك هل العلاقه الحاليه بين النظام المصري والمملكه العربيه السعوديه على خلفيه تيران وصنافير وعدم مشاركه مصر في عاصفه الحزم كما كانت تامل المملكه العربيه السعوديه والخلاف على الموقف السوري ايضا والعلاقه مع بشار الاسد، كل هذه العوامل هل تتيح للمملكه العربيه السعوديه الان ان تفرض وساطه او مصالحه بين الإخوان المسلمين وبين نظام عبد الفتاح السيسي؟ أبدل التحية للأستاذ محمد سودان وهو غادر البرنامج، لكن أضيف أنه مجرد إعلان النوايا وإعلان الخبر هو هدف في حد ذاته، وهو تعبير من الإخوان ومن المجموعة الإسلامية ممثلة في راشد الغنوشي عن حسن النوايا إعلاميا، وهو بداية كسر جبل الجليد. والنظام المصري قرأ جريدة الخبر وهو يشاهد برنامجنا وتلقى ضمن إعلاميا نوايا الإخوان، ومن ثم الكرة الآن وإن كانت اعتباريا في مرمى النظام، وبالتالي نحن أمام نوع من تعريف بالنوايا. أعتبر أن النظام السعودي غير معني بأي وساطة فاعلة وجادة وقد تذهب إلى نوع من المصالحة، على اعتبارات ذكرتها زميلي المحترم، أن النظام السعودي ليس على حبل الود مع النظام المصري بما يكفي لكي يكون وسيطا، وليست هناك ثقة متبادلة بين القاهرة والرياض، وبالتالي مجرد إعلان النوايا هو في حد ذاته. لكن علينا أن ننظر إلى الناحية الأخرى من العملة، النظام السعودي كالنظام المصري كالنظام العربي بجملته متورط في مستنقعات إن كانت اقتصادية في مصر إن كانت اليمن بالنسبة للنظام السعودي، من ثم الجميع يبحث عن حل، خاصة أنه بلدوزر ترامب الآن يضع الجميع في سلة واحدة. ترامب لا يعني تعنيه الإخوان المسلمون ولا يعني الإسلام المتشدد ولا يعني أسامة بن لادن ولا يعني أبو بكر البغدادي، ترامب أعلنها إسلام بكامله. البارحة وضع 7 دول ضمن قائمة الإرهاب بتمها وطميمها برجالها ونسائها بماضيها وتاريخها وجغرافيتها، ومن ثم السعودية تفهم، مصر تفهم، الإخوان يفهم، راشد الغنوشي يفهم، والأستاذ محمد سودان يفهم أن الجميع في قارب واحد، وأن الجميع عليهم على الأقل أن يتكاتفوا حضاريا وثقافيا، ومن ثم هذا يرتد على الواقع العربي في نوع من المصالحات المفروضة، من نوع المصالحات التي تمليها الظروف، لأن الجميع في مصر وفي السعودية وحتى الإخوان ليس في مصلحة
تقوم حرب. مصر فتحت قنوات مع حماس الإخوانية، فتحت قنوات مع غرب ليبيا حيث الإخوان والطائف الإسلامي له تمثيل جيد، فتحت قنوات مع تونس مع راشد الغنوشي، هذه معلومة فتحها رفيق عبد السلام مسؤول ملف الشؤون الخارجية في حركة النهضة. ومن ثم الجميع علينا أن نميز بين نواياهم وعقيدتهم وإيديولوجياتهم وبين مصلحتهم وما هو منظور من مستقبل هذه المصلحة. ولكن سيد نصر، يعني الرد الرسمي المصري دائما ما يأتي تجاه الإخوان المسلمين في مصر ما يأتي بشكل عنيف للغاية، إما أحكام تصدر بشكل جائر فيها مؤبد، فيها إعدام على قيادات أو ما شابه، أو تصفية لعدد من أفراد جماعة الإخوان المسلمين. وتكرر هذا الأمر في المرات السابقة التي تطرح فيها فكرة المصالحة. والآن نحن في أسبوع واحد أمام وفد من برلمان محسوب على نظام عبد الفتاح السيسي، يذهب تارة للاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي كي يصنف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، والآن يذهب أيضا لاتحاد البرلمانات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كي يضغط أيضا لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية. الرد الرسمي المصري دائما ما يأتي بشكل سلبي. هناك نقطتان على قدر كبير من الأهمية. النظام المصري في ورطة حقا، لم يكن في خلط عبد الفتاح السيسي ومعه أن تصير الأمور بهذا السوء، خاصة على المستوى الاقتصادي، تعويم الجنيه والانحدار الذي عرفته البورصة المصرية وكامل الانخرام في الاقتصاد المصري، ومن ثم ما يتبع الانخرام في الاقتصاد من عدم استقرار اجتماعي يهدد المنظومة المصرية بكاملها. وثانيا والأهم، يجب هناك من الوقت لكي يستدير النظام وكي يفهم أنه ليس كل ما يتمناه عبد الفتاح السيسي يدركه، تجري رياحه بما لا يشتهيه جنرال مصر، وبالتالي علينا أن نعطي الوقت للوقت لكي يستدار النظام المصري. وثانيا، النظام المصري سيحاول ككل الأنظمة العربية أن يخاتل، سيحاول أن ينتزع اعتراف بشرعيته وبأنه هو الأقوى، بأنه هو الشرعية والإخوان عليهم أن يعترفوا بالذنب بين ظفرين. لكن أعتبر أنه مجرد قبول النظام المصري بمصالحة على جانبي مصر غزة وليبيا هو بداية اعتراف النظام المصري بأن حدوده في استعمال القوة، حدوده في طاقته القصوى في السيطرة على النظام تأتي على غير ما يريده نظام. من ثم وهنا السؤال الذي أطرحه من منظور معرفي فقط، كم يلزم من الوقت النظام المصري كي يستفيق أن عدم قدرته على السيطرة على الوضع في مصر، عدم قدرته على الدخول في حرب في ليبيا، عدم قدرته على حبس غزة والسيطرة على المعابر، عدم قدرته على أن يكون طرفا فاعلا وفعالا في الحرب على اليمن، حين نعتبر أن الحرب على اليمن تطل على باب المندب، وباب المندب يهدد قناة السويس، ومن ثم مصر بين نيران عديدة عليها أن تطفي بعضها، ومن ثم يمكن الجزم. نعم، ولكن ألا ترى أن كل هذه المعطيات أو الدوافع القلق لدى نظام عبد الفتاح السيسي ربما تتبخر مع التعاون المعلن بينه وبين النظام الأمريكي أو الإدارة الأمريكية الجديدة متمثلة في دونالد ترامب؟ هناك تطابق في الرؤى نحو التطرف الإسلامي الذي وصفه كلاهما وأشاروا إلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر. جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق قال جملة شهيرة دخلت المعجم السياسي: من يصدق الوعود الانتخابية لا يلوم إلا نفسه. وعود ترامب الانتخابية جيدة، ما فعله أمس من أو أول أمس من وضع 7 بلدان على آية الإرهاب جيد من منظوري، لكنه لن يستطيع أن يمر وفق ما ببلدوزاره أينما ذهب. وثانيا والأهم، أمريكا أولا تجعل شعار أنه قد وأكيد أنه سيستعمل نظام السيسي، ومن ثم نظام السيسي ليس من الأكيد أنه سيكون الرابح من سياسة ترامب، قد تشمله هو الآخر مظهر هذا النظام، على اعتبار أنه الرجل ترامب نزح القفاز الذي كان يضعه الديمقراطيون ونزع القناع الذي كان يضعه الجمهوريون بنشر الديمقراطية والديمقراطيون بحقوق الإنسان، من ثم ترامب يأتي عاريا إلينا بوجهة فجة وغريبة جدا، من ثم ليس من الأكيد أن نظام السيسي سيكون الرابح. وأختم بشيء على قدر كبير من الأهمية، أن نظام السيسي يتحسس الخطر، جميع الأنظمة العربية تتحسس الخطر، ويمكن أن نوتي عديد الأدلة على أن نظام العربي بدأ ما جد من لبنان من التوافق حول الرئيس عون، ما جد أخيرا من وزير خارجية الكويت. نعم، فقدنا الاتصال بالسيد نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، على أن يعود إلينا مرة أخرى في أسبوع واحد. وفد
وفد من البرلمان المصري المحسوب على نظام عبد الفتاح السيسي يذهب إلى البرلمان الأوروبي في محاولة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، ووفد آخر يذهب إلى مالي أيضا للضغط على الاتحاد البرلمانات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أيضا لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. مرة أخرى أعود إليك سيد نصر الدين بن حديد، وسؤالي لك، تتحدث أن النظام السيسي ربما لا يكون مستفيد وربما يكون في مرمى النيران، ولكن الشواهد كلها تقول أن هناك تطابق في الرؤى في مواجهة ما أعلن عنه السيسي وأعلن عنه ترامب في الإرهاب أو التطرف الإسلامي. ألا ترى أن السيسي في هذه المرحلة لا يحتاج إلى مصالحة مع الإخوان، وإنما يحتاج إلى دعم أمريكي للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين؟ المنظور الأمريكي من أمريكا، أولا تجعل النظام الأمريكي ينظر إلينا جميعا، أنا وإياك وجميعنا في ضمن المطبخ الواحد، ومن ثم أعتبر وأؤكد وأقول أن النظام السيسي ليس بالتأكيد أنه سيستثمر. ثانيا، ما أعتبره خطر على النظام السيسي وتراجعه على كامل المنظومة الانقلابية في مصر. لا يمكن للنظام السيسي أن يأتي غدا ويعلن صالح الإخوان. هناك تركيبة النظام المغلقة من القول بالمطلق، من شيطنة للإخوان وتقديس للذات. نظام السيسي جاءنا كأنه المنقذ، ثورة أو ما يقال أنها ثورة على الإخوان أن أطاحت بنظام الإخوان، شيطنة الإخوان، ولا تزال يتطلب وقتا ذلك. لكن أعتبر أن نظام السيسي نظام ككل نظام بالمفهوم الغريزي سيأتي ويقف أمام حائط مسدود، ومن ثم أعتبر وأقول أن النظام السيسي مجبر على الذهاب في نوع ما من تليين مع كثير من الانتهازية. الأستاذ محمد سودان قال واشترط إطلاق سراح السجناء وقيادات الأخوان خاصة، وقال أن مخاطبين السيسي هم من قيادات الأخوان وخاصة الرئيس مرسي والمرشد العام، واعتبر انه في المقابل النظام السيسي سيشترط نوع من الاعتراف والتسليم بشرعيته. هنا نقف بين كرتين، كره من الثلج وكره من النار. من ثم اعتبر انه مجرد، وارجع الى راشد الغنوش، بمجرد دخول راشد الغنوش على الخط هو نوع من تليين الزوايا وتدوير المثلثات الحاده، وبالتالي علينا ان نرى ان النظام السيسي سيحاول الذهاب في طريقتين: طريقه استغلال اقصى ما يمكن من الوقوف الاوروبي ضد الارهاب بين ظفرين ممثلا في الاخوان بين ظفرين حسب تعريفه، والطريق الثاني هو فتح او ترك باب الحوار مواربا لكي يستعمله في الاول من باب الانتهازيه، لكنه في الاخير سيجبر على الذهاب معهم، لان النظام السيسي ثبت بالدليل المادي القاطع انه اقتصاديا نظام قد فشل، اجتماعيا هناك تململ من عمق شعبي مصري. طيب سيد قد لا يكون بالضروره معادي او موافق للاخوان. نعم، اذا ما انتقلنا الى الجهه الاخرى داخل جماعه الاخوان المسلمين، تصريحات وحوارات صحفية كثيرة لنائب المرشد العام السيد إبراهيم منير تحدث فيها عن انتظاره للحكماء أو أحرار الدولة العميقة، وأسماهم بمسميات مختلفة في كل مرة، وأن الجماعة بابها مفتوح لمن يطرح مبادرة للمصالحة. عبد الفتاح السيسي سيأتي إلى تونس في خلال أيام أو ربما أسبوع على الأكثر، سيزور تونس، يحتمل أن يلتقي به قيادات في حركة النهضة. الآن ينشر هذا الحوار لراشد الغنوشي في الصحيفة الجزائرية، هل ترى أن الأمر له علاقة ببعضه البعض؟ هناك تسلسل مبني من جماعة الإخوان المسلمين حتى تصل إلى فكرة المصالحة أو ما شابه؟ هناك ترابط عضوي بين كل هذه الجهات. سبق وقلت في هذا اللقاء أنه رفيق عبد السلام مسؤول الملف الخارجي في حركة النهضة فتح خطوطا مع نظام السيسي وأعرب توازيا أو مع ما قاله راشد الغنوشي عن فتح باب الحوار. هناك نية من النظام، من المنظومة الإسلامية في تونس ممثلة في حركة النهضة في فتح هذه الأبواب. التجربة أو الحالة الليبية ستكون أحد أهم الامتحانات التي ستمتحن فيها النوايا، وسيكون النوايا على المحك بين مصر ممثلة في عبد الفتاح السيسي، تونس ممثلة في راشد الغنوشي، والجزائر التي رفضت تصنيف تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا سابقا وحاليا النظام الجزائري يرفض المعطيات الإيديولوجية، هي ستكون نوع من تليين. طيب، على كل حال أشكرك شكرا جزيلا نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي.